أشاد زعماء ورؤساء عرب برئاسة الجزائر الناجحة والمتميزة والمسؤولة لجامعة الدول العربية في طبعتها 31 وبسعيها للم الشمل العربي وبجهود رئيس الجزائري عبد المجيد تبون طوال فترة ترأسه الدورة السابقة، وأنها لمناسبة أيضا في هذا المقام لتوجيه الشكر إلى أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة على مدى رئاسته للقمة بروح عالية من المسؤولية في لم الشمل، والحمد لله تعالى أن تم لم الشمل. أتوجه بالشكر والعرفان لأخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية على رئاسته الناجحة للقمة السابقة. أتقدم بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون لما بذله من جهود دؤوبة ومميزة خلال ترأسه فترة الدورة السابقة.